أبو صلاح ناظر مدرسة وراجل مربي فاضل، عنده حساب فيسبوك ومشترك في جروبات خاصة بالمدرسة والطلبة، وعنده مش أقل من 1500 صديق على الفيسبوك ما بين الأهل والأصدقاء واللي شغالين في الإدارة التعليمية لحد شخصيات مهمة في دائرة علاقاته. أبو صلاح فجأة وهو بيتصفح الفيسبوك جات له رسالة من دكتور سيد صديقه وزميل دراسته، بيقول له أبو صلاح أنا بعت لك لينك اضغط عليه عشان تنضم لجروب عاملينه للدفعة بتاعتنا. طبعا أبو صلاح مش مد إخوانة وضغط على اللينك، لكن جات له رسالة بكود على موبايله. ساعتها دكتور سيد قال له بعت لي الكود يا أبو صلاح. أبو صلاح بعت الكود طبعا، وهنا كانت المفاجأة. أهلا بيكم في كود بريكر. أهلا بيكم. أبو صلاح بعد ما بعت الكود لدكتور سيد خلال دقايق بالظبط اكتشف إن حساب الفيسبوك بتاعه عمل لوج أوت وخرج من الأبليكيشن. أبو صلاح اتخض وقال له إيه اللي حصل، أنا ما عملتش حاجة. ونده على إسماعيل ابنه، يا إسماعيل تعال شوف الحساب بتاعي مش راضي يفتح. إسماعيل قال له الباسورد غلط يا حضرة الناظر. قال له يا ابني ما هي أنا ما غيرتهاش. إسماعيل حاول يدخل على الحساب من اللابتوب بتاعه، لقى الفيسبوك بيقول له كلمة السر غلط. ساعتها قرر يرجع الحساب عن طريق فورجيت باسورد والإيميل بتاع والده، لكن الفيسبوك طلع له رسالة إن الإيميل غلط. وهنا بدأ أبو صلاح يتوغوش، مش يمكن يا إسماعيل يكون حد اخترق حسابي؟ طبعا إسماعيل ضحك وقال له يعني حضرة النظر تفتكر يعني اخترق حسابك ليه؟ يعني هيعمل بيه إيه؟ وليه أصلا؟ أنت مش شخصية عامة يعني؟ أبو صلاح قال له عندك حق يا ابني، أنا أكلم دكتور سيد كده أطمن عليه وأسأله كده عن الجروب اللي كان عايز يخليني أنضم ليه. في الجانب الآخر بقى وفي قرية بعيدة في صعيد مصر، كان هناك هاتف من بعيد. ميخا منشكح انشكاح غير عادي، لأنه قاعد على الكمبيوتر 24 ساعة ومش بينام، ومش بس كده ده بيعمل فلوس حلوة كمان. أبو صلاح بقى قرر يكلم دكتور سيد زي ما عرفنا، وهنا كانت المفاجأة. دكتور سيد قال له جروب ايه يا ابو صلاح وانا فاضي اصلا للكلام ده؟ قال له انت مش قلت لي على الماسنجر ابعت لي الكود علشان اضمك لمجموعه الدفعه؟ دكتور سيد قال له ماسنجر وكود وجروب الدفعه؟ لا ده انت محتاج تروق كده يا ابو صلاح وتاخد الدواء وتنام. يا راجل انا اصلا الحساب بتاع الفيسبوك بتاعي مسروق بقاله شهر وما بنزلش اي بوستات على الحساب، هو انت مش واخد بالك؟ انت كذاب ابو صلاح. ساعتها ابو صلاح قال لك بس خلاص انا فهمت كده دكاتره، انا حسابي اتسرق. وهنا أيقن أبو صلاح أنه وقع في فخ نصبوا ليه ميخا وأصدقائه. هتقولي ميخا مين؟ هو ميخا ساب التمثيل وبيخترق حسابات فيسبوك؟ دي شغلانة باظت خالص. بعيد بقى عن ميخا اللي كان عامل وشه زوم في فيلم الليمبي، لكن ميخا بتاع حكايتنا ده بجد على فكرة، ودي قضية حصلت عندنا في مصر. ممكن تكون حضرتك واحد من ضحايا ميخا اللي وقعت في فخ سرقة حسابات الفيسبوك. الحكاية بدأت في الصعيد من 2022 مع الأخ ميخا هو أخوه، ودول شباب وطلبة زيهم زي أي شباب في مصر قاعدين على الفيسبوك يدوروا ويكسبوا فلوس إزاي من غير أي تعب. الشباب دول لقوا أبسط طريقة ممكن يعملوا منها فلوس ومحدش واخد باله إنها جريمة في مصر، وهي سرقة حسابات الفيسبوك والتجارة فيها. هتقولي يعني إيه؟ ببساطة الأخ ميخا قرر إنه يدخل على الجروبات والمواقع المتخصصة في بيع حسابات الفيسبوك المخترقة، وده سوق كبير قوي سعادتك ومنتشر على فيسبوك وعلى تيليجرام وناس كتير جدا ما تعرفش إنه موجود أساسا. ميخا المصري وأخوه كانوا مرتدين لجروبات متخصصة على الفيسبوك بتبيع حسابات فيسبوك مخترقة. هتقولي برضو ما فهمتش هيعملوا ايه بحسابات فيسبوك مخترقة؟ شوف يا ابو صلاح عايزك بقى تركز معايا بقى ارجوك. ميخا كان بيشتري حسابات مهمة من الناس اللي بتبيع الحسابات على الجروبات، وبيشتروا الحسابات دي عن طريق تحويل فلوس عن طريق المحافظ الرقمية زي محافظ شركات الاتصالات. بعد ما بيشتروا عدد من الحسابات المهمة لشخصيات مهمة تم اختراقهم وبيع حساباتهم، بيبدأوا يعملوا ايه بقى؟ حسب الحساب، لو حساب حد مهم فأكيد الناس اللي عنده مهمين برضه، وفي الحالة دي ممكن يخترق حساباتهم ويبيعها في السوق السوداء بتاعت الحسابات دي أو يسومهم على حساباتهم المخترقة وياخد منهم فلوس. ميخا المصري هو وأخوه اخترقوا حسابات عدد كبير من الناس في مختلف المهن والجهات، واللي في منهم ناس في جهات مهمة. هتقول لي يا نهار أبيض ودول بقى كانوا بيخترقوهم إزاي؟ شوف يا سيدي، الطريقة اللي كانوا بيستخدموها في الاختراق بسيطة جدا، معتمدة ان الحساب المخترق بتاع حد معروف او مهم وعنده مجموعة من اصدقائه المهمين، ومن الحساب ده يقدر يبعت للاصدقاء اللي عنده انه بيعمل جروب للدفعة او جروب للمهنة او جروب للجهة او الاهتمام المشترك حسب نوع الحساب والاهتمامات المشتركة بتاعته وبتاعت اصدقائه. وبما ان الاصدقاء بقى مش شاكين في الحساب اللي بعت الرسالة بيتجاوبوا معاه عادي، ومن هنا بيقعوا في الفخ اللي وقع فيه ابو صلاح.
إما أنه بيقنعهم أنه هيضيفهم لجروب مشترك ويبعت لهم لينك الانضمام اللي هو أصلاً لينك تغيير كلمة سر الحسابات بتاعتهم، وبالتالي الفيسبوك هيبعت كود لصاحب الحساب عشان يعمل كلمة سر جديدة. بعدها ميخا بيطلب من الناس المستهدفة أنهم يبعتوا الكود اللي جاي من الفيسبوك علشان يضمهم للجروب، وفي الحالة دي كل سنة وانت طيب. هو كده كأنه المستخدم بيدخل الكود وبيغير كلمة السر ورقم التليفون وكمان الإيميل، وعلشان يسيطر أكتر على الحسابات المخترقة وما يعرفش صاحب الحساب يرجعه بيقوم يستخدم تطبيق جوجل أوثنتيكيتور علشان يربط حساب الفيسبوك بالتطبيق بدل رقم التليفون. ميخا واخوه كانوا كمان بيستخدموا خدمة من خدمات البريد الإلكتروني الوهمي عشان يغيروا إيميلات المستخدمين اللي بيسرقوا حساباتهم، وبعد كده المستخدم فقد السيطرة تماما على الحساب ومش عارف يرجعه تاني. اللي حصل ده تكرر مع ضحايا كتير جدا تم سرق حساباتهم بنفس الطريقة، وكمان في ناس منهم تم مساومتهم في استعادة حساباتهم تاني بمقابل مادي، وفي منهم دفع فعلا لميخا. المهم ان لما واحد حسابه بيخترق بيكون هو همزة الوصل في اختراق ناس تانية، والدايرة بتوسع كل شوية وعدد المخترقين بيزيد بشكل كبير، وفي طبعا مجد عليهم عملوا بلاغات في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الداخلية، واللي قامت بدور كبير الحقيقة برضو في تحديد الجناة بعد ما أحيلت البلاغات للنيابة. الحقيقة أن القضية تحولت تحول كبير في النيابة اللي كان لها دور كبير جدا برضو في كشف غموض الجريمة دي، واللي عملت مجهود جبار في إثبات الجريمة على المتهمين وتحويل المتهم ميخا واخوه للمحاكمة بلائحة اتهامات محترمة. هتقولي طب يعني الربح مساومة الضحايا على فلوس وعرفناه، ايه بقى المكسب بتاع ميخا واخوه من الحسابات اللي اصحابها ما بيدفعوش؟ ده سؤال مهم. ميخا واخوه كانوا بيتاجروا في الحسابات المخترقة على جروبات الفيسبوك وتليجرام اللي مخصصة للنوعية دي من التجارة في الحسابات، والحسابات دي حضرتك بتتباع بفلوس مش قليلة، خصوصا لو الحسابات دي قديمة أو موثقة أو لناس مهمة أو معروفة. ناس كتير بتستخدم الحسابات دي إما في جرائم انتحال الشخصية أو سرقة الهوية أو النصب على الناس، أو حتى على الأقل بيعها للناس اللي محتاجة حسابات ليها كريدت إعلانات على الفيسبوك. كل ما الحساب كان قديم أو معمول من زمان كل ما كان قيمته أعلى لأنه ليه كريدت إعلانات على الفيسبوك، وكل ما كان استخدامه أو استغلالها مهم في الماركتينج بتاع الحسابات دي على الإنترنت. دي سوق كبيرة قوي وليلة كبيرة قوي سعادتك ومحدش واخد باله منها. دلوقتي انت عرفت حسابك على الفيسبوك ممكن يخترق ليه، رغم انك ممكن ما تكونش حد مهم، يعني عشان لو حسابك قديم مثلا هتبقى هدف للاختراقات لانك صيد سمين للباحثين عن التجارة في الحسابات دي. المهم جهات البحث والتحري وجهات التحقيق زي النيابة العامة استخدمت التكنولوجيا برضو في التحقيق وكشف غموض الجريمة واثبات التهم على متهم ميخا واخوه. ميخا المصري واخوه النيابة العامة احالتهم للمحاكمة بقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وبعض مواد قانون العقوبات، وفي النهاية المحكمة حكمت على المتهم ميخا واخوه بالسجن 3 سنين مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 300,000 جنيه. الحقيقة ان الجريمة بتتطور ونموذج المجرم التقليدي بيختلف بسبب التكنولوجيا حتى لو خبراته على قده زي الاخ ميخا، لكن ده لا يمنع ان المجرمين بيطوروا نفسهم هم كمان، وده برضو يخلينا نهتم اننا نبلغ لما تحصل لنا اي نوع من انواع الجرائم دي لانها بتساعد بشكل كبير جدا في تطور الفكر الامني والتحقيقات والاحكام في النهاية. في النهاية بقى ابو صلاح واصدقائه واي حد بيستخدم الانترنت لازم يعرف انه مستهدف طالما انت اونلاين، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي اللي بقت مرتع لجميع انواع الجرائم. بلاش تثق في اي حد بيبعت لك اي لينكات على فيسبوك او اي منصه حتى لو من حسابه اللي انت عارفه كويس، مش هتخسر حاجه لو كلمته في التليفون لان حسابه ممكن يكون مخترق اصلا. يا ريت بقى تزود وعيك بامن المعلومات، ذاكر خد دورات وتابع صفحتنا طبعا عشان دايما هنكون معاكم في كل ما هو جديد في امن المعلومات والجريمه الالكترونيه، وانتظروا قريبا مسابقه كود بريكر علشان تشغل دماغك. ليه بقى لازم تشغل دماغك؟ عشان المجرم دايما بيخترق دماغك قبل ما يخترق حسابك. استنونا في فيديو جديد من كود بريكر.